أكدت محافظة البحيرة المهندسة نادية عبدو تكثيف الجهود المبذولة لإزالة جميع التعديات على أراضي الدولة بجميع قرى ومراكز البحيرة. أضافت أن استرداد أراضي الدولة هو أمر جوهري لمواجهة إهدار أموال دولة المنهوبة، وأشارت إلى تشكيل لجنة بالوحدة المحلية بمدينة دمنهور لحصر واستلام الأراضي المملوكة للدولة وإزالة التعديات الواقعة عليها للاستفادة منها في مشروعات للنفع العام. وأكدت أنه تم تنفيذ 37 قرار إزالة بقرى مدينة دمنهور بإجمالي 5186 مترا مربعا وقيمتها 1,300,000 جنيه.